كافانكات تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. النبيل والجميل الكلمة الأولى والأعلى للقلوب وليس اللسان أو ما يخطه البنان. كيف لا وحديثنا عن الإنسان؟ كيف لا ولقاؤنا وحفلنا لأجل الإنسان؟ وأي إنسان؟ إنه يتيم. وصية القرآن وحبيب النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، والإحسان إليه والرفق به دليل على الفطرة الإنسانية السوية، والرحمة برهان، الرحمة دليل وبرهان. أيها الحضور الكريم، تأسست جمعية الخير لكفالة اليتيم بالبنين فكرة في قلوب أناس آمنوا أن الحياة عطاء وأن العطاء حياة، ونبتت الجمعية بذرة في أرض طيبة يشهد ماضيها وحاضرها على كرم أهلها وحبه للإحسان ومد العون للمحتاج واليتيم والأرملة. تأتي هذه الاحتفالية بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس جمعية الخير لكفالة اليتيم تحت شعار 10 أعوام في خدمة الأيتام. 10 أعوام حاولت الجمعية أن تخفف بعض الشيء من معاناة هذه الفئة التي تستحق كل العون وكل الدعم وكل السند وكل التقدير أيضا والاحترام لما أبانته هذه الشريحة من صبر وما أبانته من تجاوب مع الخير ومع أهل الخير. اليوم نعرض هذا الحصاد الطيب أمام أنظار المحسنين والمحسنات والمتدخلين والمتدخلات والشركاء والداعمين والداعمات الذي نرجو الله سبحانه وتعالى يتقبله، وهو حصاد 10 أعوام من العطاء والبناء والتأهيل والتكوين أثمر ولله الحمد أيتاما متميزين دراسيا خلقيا، ولا زالت المسيرة مستمرة. واليوم أيضا في هذه الاحتفالية سوف نعرض الرؤية الجديدة التي سوف تنتقل إليها الجمعية وستشتغل عليها الجمعية مستقبلا، وهي اليتيم من الاحتياج إلى الإنتاج. وأيضا سوف نقوم بدعم الطالب من خلال صندوق كفالة الطالب الذي أحدثناه فيها خلال هذه الرؤية، بل يعتبر من أسس قوية والدعامات الأساسية لهذه الرؤية الجديدة، حيث سنساعد الطالب المتميز في مواصلة دراسته، ندعمه نساعده ماديا ومعنويا حتى يحقق النجاح المأمول.